النمط التاني أو النوع التاني من الناس اللي بتغير هو الغيور الحاقد. يعني إيه حاقد؟ شوفي، إحنا بشر، وفكرة إن إحنا عندنا السواء النفس المطلق ده مش موجود. مش موجود ليه؟ لأن طالما كبرنا وكلفنا لم نعد نتمتع ببراءة الطفولة فيما مضى. صحيح. كويس؟ فالجهاد الأكبر اللي إحنا بنجاهد نفسنا بيه هو ده الجهاد الأكبر، جهاد النفس. طبيعي جدا إن النفس دي درجات وأنواع، ولما يجي حد يقول لك أنا واحد بس، أنا آسف، ده كلام مش منطقي. أنت جواك أكتر من نفس، بأكتر من درجة، بأكتر من نوع. بداية من النفس الأمارة بالسوء بترتقي، بيبقى عندنا نفس لوامة بترتقي، بيبقى عندنا يعني 7 درجات من الأنفس. تقدر تدخل تشوف التصنيفات بتاعتهم، شرحتهم مرارا وتكرارا في كتير من القنوات. ولكن الأهم بالنسبة لي أنك تكون مؤمن تماما أن نفسك أوقات هتخليك شايف الشخص اللي نجح ده لا يستحق هذا النجاح، وانت شخصيا احق بهذا النجاح منه. هل هو ده وده اللي الفرق يفرقه اللي عن بينه الفاشل وبين الفاشل، بالظبط. ان هو التاني شايف انه ما يستحقش حتى لو مش ليه، شايف ان ممكن يبقى حد ايوه، تاني حق، ده يعني الحقد الشخص لازم يرجعها لنفسه، انا احق. الشخص الفاشل بيقارن نفسه بمن يعرف. يعني لازم يبقى في محيط اسره، لان هو اتعود زمان وهو طفل على ايه؟ على ان مساله هو المقارنه. المقارن. طيب وهو كبير لازم في محيط اللي موجودين معاه، يعني هو بيشتغل في نفس المكان، تحدث هذه المقارنة لا شعورية جواه. طب هو بيدرس في نفس الكلية، بيشتغل في نفس القسم، بيسافر نفس السفريات، تحصل المقارنات في المحيط اللي حواليه، محيط أسري أو وظيفي أو اجتماعي أو دراسي أيا ما كان. أما الشخص الحاقد ممكن ما يكونش يعرفك ولا قبلك ولا عمره شافك. يعني اي حد حتى لو ما يعرفوش ولا هو في محيطه اصلا ولا بيتعامل معاه او يحتك بيه برافو برضه عليك. بيغير منه. ايوه، يعني ممكن ما يكونش يعرفك اصلا، ممكن يكون بيتابع بابليك فيجر، ممكن يكون بيتابع حد مشهور، ممكن يكون بيتابع حد معروف. وهنا في نقطه مهمه جدا، يعني ظاهره يعني طرحتها الاي بي اي، الجمعيه الامريكيه لعلم النفس، عن الناس اللي بتتابع حد وهي بتكرهه. سموها الهيت فولوينج سيندروم، او متلازمه المتابعه عن كره.